بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله هنبدأ ناخد تاني رسمة عندنا في الاسقاطات والقطاعات. الرسمة اللي قدامنا دي يعني للنظرة الاولى كده ممكن الواحد يفتكر انها صعبة، لكن هي اتفه مما يكون، يعني هي مسألة سهلة جدا. تعالى كده نبدأ نوضحها واحدة واحدة. بمنتهى البساطة احنا المسألة دي عندنا عبارة عن، لو بصينا هنا على سايد فيو هنلاقي ان احنا عندنا حاجة زي حيطة كده واقفة، تمام؟ هي دي، ده اسقاط اهو، باين جدا ان دي نهايتها ودي بدايتها، فاذا هي الجزء اللي هو الكبير ده، تمام؟ طيب الجزء ده مربوط بحاجة هنا زي اسطوانة كده مفرغة، ادي ده اسقاطها. طيب عشان اربط الاسطوانة دي كده بالحيطة اللي هنا دي، رحت طلعت منها حاجتين، حاجة كده وحاجة فوق وتحت. ايه الحاجات دي؟ لو جينا بصينا هنا في الاليفيشن هنلاقي ان ده، هو باين طبعا ان ده عصب، تمام؟ بس عصب شكله ازاي؟ شكله في الاليفيشن شكله كده افقي. ده معناه ايه؟ معناه انه هنا طالع من نقطة هنا صغيرة وبدأ يكبر 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 لغاية ما لحم هنا في البليت هنا، ولحم هنا في البليت اللي هنا اللي هو الحيطة اللي واقفة قدامي دي. طيب بالنسبة لده وده، لو بصينا هنا في الاليفيشن هنلاقيهم انه عبارة عن خطوط، برضو عبارة عن شكل عصب. ده عبارة عن عصب ماسك كده وده عصب ماسك من تحت. يعني باختصار انا عندي اسطوانة وعندي حيطة، عشان اربط الاسطوانة بالحيطة اللي قدامي دي هبدأ اوصل حاجة كده استف رأسية، ومعاها حاجتين، يعني مع الحاجة اللي هي الرأسية دي كده هربط، اخلي في حاجة كده افقية طالعة عاملة كده وحاجة تانية افقية طالعة عاملة كده، تمام؟ ده باختصار الشكل اللي قدامي. طبعا حتة الدوائر دي سهلة جدا، لان الدايرة دي اسقاطها باين، وطبعا دي ودي اسقاطهم ورا بعض، ودي اسقاطها هنا، يعني موجودين في الحيطة، تمام؟ بس يعني شوف، هي الرسمة كلها عبارة عن اسطوانة وحيطة، لحمت الاسطوانة بالجزء اللي هو الرأس ده عن طريق عصب افقي ماشي عاوز يطلع عامل كده، جاي من الاسطوانة من داخل من عند الاسطوانة طالع عامل كده، وحاجة رأسية ماسكة من الاسطوانة لغاية الحيطة اللي قدامي دي، تمام؟ طيب هو عاوز ايه؟ هو عاوز هنا سيكشن اكس اكس وسيكشن واي واي، وعاوز البلان، تمام؟ طيب تعالى كده ناخدهم واحدة واحدة. هنا مش عاوز أي حاجة الجنب ده، يعني هو كل اللي عاوزه، عاوز سيكشن اليفيشن يعني هرسمه مكان ده، وعاوز سيكشن سايد فيو هرسمه مكان ده، وعاوز البلان اللي تحت. فابدأ أوفق اللوحة بتاعتي على ثلاث مساقط دول بس، تمام؟ طيب تعالى كده نبدأ نرسم السايد فيو أو الاليفيشن ده. طبعا احنا قلنا أول حاجة ممكن نرسم الحدود اللي عندي كلها، فهبدأ أرسم كده عندي خط هنا فوق ونزل كده بكيرف صغير، ممكن لو مش عاطي اي حاجة عنه هو عاطي هنا ان المسافة دي كده 6 سنتي، فنص القطر 6 سنتي، تمام؟ واجي نازل لتحت شوية، بعد كده اجي نازل بخط مايل، خط مايل طبعا تهم الترسمه هتبقى ادق من كده، تمام؟ هتسنتر طبعا في النص الخط بتاع السنتر لاين، وتبدأ بقى ترسم نص القطر ده وترسم الدائرة دي كده، تمام؟ احنا اول حاجة بالنسبة لنا رسمنا الحدود الخارجية بتاع الشكل اللي عندي، تمام؟ طيب احنا قاطعين هنا وباصين كده، قاطعين وباصين نشوف احنا قطعنا في ايه. اول حاجة احنا مشينا كده، فما دخلنا هنا كده رحنا قطعنا في ايه؟ رحنا قطعنا في الهيكل بتاع الاسطوانة الخارجي، تمام؟ لكن ما قطعناش في الفراغ اللي جوه. طيب هو الهيكل الاسطوانة الخارجي ده معبر عنه في ايه؟ معبر عنه في الحتة دي مثلا والحته دي، صح؟ اللي هي الحته اللي من بره، اللي هي الجزء ده كده والجزء ده، بالاضافه لان انا طول ما انا نازل كده بعيد عن الفراغ اللي في النص قطعت فيه، صح؟ لان انا لما اخد سكينه واقطع كده هعدي فيه القطع الرأسيه اللي من بره، انا عندي دي عباره عن اسطوانه عامله زي ايدي كده بالظبط، همشي عليها كده بالسكينه، فهقطع في الجزء ده وهقطع في الجزء ده، تمام؟ لكن الجزء المفرغ في النص مش هيجي جنبي، تمام؟ طب هو الجزء ده والجزء ده هو ايه؟ هو لو جينا بصينا هنا هتلاقي ان هو ده كده وهو ده، صح؟ فهبدا ارسم الجزء اللي هو بتاع الاسطوانه ده، ابدا ارسمه كده جوه،
ابدا ارسمه كده تمام، وابدا بقى ارسم الجزء اللي انا قطعت فيه. انا قطعت هنا على كده، نمسح الحته دي، قطعت هنا كده وقطعت هنا، فهاجي هشر الجزء ده وهشر الجزء ده تمام. طيب ده اول حاجه قطعنا فيها تمام. طيب الجزء اللي من جوه ده اللي هو الداش لاين ده خلاص هيظهر سوليد لاين، لان انا خلاص قطعت وبدات شفت ايه الفراغ اللي جوه اللي قدامي تمام. طيب هل وانا قطعت كده جيت جنب العصب ده؟ لا لسه انا ما جيتش جنب اي حاجه من العصب ده، لان انا قطعت قبليه على طول تمام. العصب ده خلي بالك لاحم فيه واخد الاسطوانه، ما دام ظاهر هنا كده يبقى واخد الاسطوانه من، او يعني لو انا الاسطوانه عندي كده فهو بادئ من هنا كده وبادئ من هنا تمام، وبدا يزيد لغايه ما وصل للنقطتين دول. انا دلوقتي خلاص رسمت الجزء بتاع الاسطوانه تمام. هي دي الحاجه الوحيده اللي السكينه بتاعتي اصلا عدت فيها، الجزء اللي فوق ده والجزء اللي فوق هنا والجزء اللي تحت تمام، عدى بس في الاطراف بتاعتي، لكن الجزء اللي في النص ده ما عداش فيه تمام. طيب دي حاجه. طيب الحاجه الثانيه، باقي الحاجات كلها انا ما قطعتش فيها، انا باقي الحاجات يا اما هشوفها يا اما مش هشوفها. طيب انا قطعت وبصيت كده، هل هشوف الحاجات دي؟ هشوفها، فابدا ارسمها. يعني هرسم هنا الدائره دي كده تمام، هي المفروض طبعا الدائره دي هتيجي هنا وتبقى داش لاين في الجزء ده وداش لاين في الجزء ده، فهنا احنا قلنا قطاعات ما بنرسمش فيها الداش لاين، فهبدا اعمل كده وكده تمام. طيب الاعصاب انا شايفه، الحاجات بس اللي شايفها هي اللي تترسم، يعني العصب ده من بره القطاع ده كده هبدا ارسمها، فهلاقي ان قدامي العصب بتاعي شكله عامل كده، وهنا برضو العصب ده شكله عامل كده. ده بالنسبه للعصب الافقي. طيب بالنسبه للعصب الراسي مش هشوف منه غير الجزء اللي فوق ده، اللي الحته اللي طالعه اللي بارزه من فوق دي كده، فهشوفها كده. ونفس الموضوع الجزء اللي تحت مش هشوف غير الجزء ده كده اللي هو مايل هنا ده، اللي هو مرسوم بالطريقه دي. يبقى انا كده خلاص خلصت السكشن اليفيشن. شوف ممكن يبقى الموضوع يبان لك من الاول انه صعب، لكن لما ترسمه هتلاقي ان الموضوع سهل جدا. طيب انا عاوز بس اوضح موضوع الحته بتاعت القطع في الاسطوانه دي عشان الناس تبقى متخيلها. تخيل معايا انا عندي اسطوانه عامله كده تمام، يعني تخيل ان انا عندي اسطوانه بالطريقه دي كده وفيها ثقب كده من النص تمام. الثقب ده طبعا الناس اللي تحت دي، لما هبص لها من الاليفيشن تمام، لما هبص لها كده من الاليفيشن هشوفها حاجه عامله كده تمام، وخط داش جوه وهنا خط داش جوه صح. طيب لما هبص لها من السايد فيو هبدا اشوفها برده نفس الموضوع، خط داش خط سوليد وخط داش جوه تمام. طيب دلوقتي انا رحت مسكت سكينه ورحت قطعت، انا لما اقطع في السايد فيو يعني هقطع بالشكل ده كده، انا هنا ما بصيت في السايد فيو كده، انا قطعت هنا تمام، وانا باصص للسايد فيو كده وقطعت عمود عليه، معناه ان انا رحت مسكت سكينه، معلش مش كده، كده كأني انا باصص كده وقطعت في جزء كده فيه تمام، فالمفروض هقطع كده، همسك سكينه وابدا اقطع كده، لان الخط بتاعي اهو تمام جاي في نص المنظر بتاع السايد فيو، انا باصص كده ظاهر ده كده، فده الخط الرأسي عامل كده، يبقى الخط الرأسي لازم يمر بالسايد فيو تمام. طيب لما انا اقطع كده هو ايه اللي هيتقطع؟ هيظهر لي الشكل اللي عامل ازاي؟ هتلاقي ان الاسطوانه دي شكلها بقى عامل كده تمام، وهيظهر لي المفروض ده متهشر وده متهشر. طيب هو انا وانا باصص هنا كده كنت باصص على ايه؟ كنت باصص على الاليفيشن، عشان كده هو ده الجزء اللي اتقطع من الاسطوانه عشان الناس تبقى متخيلاها، هو ده اللي انا عملته هنا تمام. رحت رسمت الدائره بتاعتي او الجزء الاسطوانه بتاعي كله، وجيت من اول الخط الداش والخط الداش ورحت ايه هشرت مكان تمام.
تمام، عشان الناس تبقى واضحة قدامها الحتة دي. طيب تعال بقى نبدأ نشوف السايد فيو. انا قطعت وبصيت هنا، قطعت كده وبصيت الجنب ده، نبدأ نرسم حدود الشكل بتاعي. فانا عندي الحدود بتاعتي هتكون عاملة كده، بدأ طبعا واخد الاسقاطات بتاعتي من الشكل، ادي ده اول جزء. احنا عاوزين نرسم الحدود الخارجية بس، فخلينا نرسم الحدود الخارجية. هنا كده عندنا اسطوانة مفروض اسقطها هنا، تمام، وطالع منها كده في عصب، تمام. الاسطوانة دي نازلة عاملة كده، عاملة كده، دخلت لجوه شوية، بعد كده وهنا في عصب عامل كده، تمام. ده الشكل اللي يعني المبدئي اللي انا لو مش فاهم ابدا ارسمه عشان اشوف ايه اللي اتقطع وايه اللي ما اتقطعش. لكن انا ممكن من النظره الاولى اقول لك بالظبط انا هرسم ايه، يعني انا قطعت هنا كده، تمام. فمنطقي ما دام انا قطعت كده يعني رحت مسكت سكينه ورحت قطعت الشكل اللي قدامي ده لنصين، تمام. ما انا قطعت كده يعني اكن قطعت كده بالنسبه للسايد فيو، تمام. طيب قطعت كده نصين، ايه اللي هيظهر لي وايه اللي مش هيظهر لي؟ اول حاجه بالنسبه للشكل اللي قدامي ده انا قطعت في كل حاجه فيه ما عدا الفراغات والدايره دي انا ما جيتش جنبيها، يعني انا قطعت هنا كده، تمام. فالمفروض القطاع بتاعي كله اتقطع فيه، يعني من اوله لاخره كده هيتهش. واحد يقول لي يا باشمهندس طب انت ليه ما رسمتش ما سبتش الحته دي كده فاضيه، يعني ليه ما خدتش الخط الداش ده وحولته لخط سوليد وعملته حته فاضيه؟ هقول لك ان انا بالنسبه لي انا قاطع هنا، يعني الدايره اللي قبليه انا مش شايفها، الدايره اللي بعديه المفروض تظهر داش لاين فانا مش هشوفها، تمام؟ فانا مش هرسمها، احنا قلنا الداش لاين ما بترسمش، انا قطعت في الجسم نفسه اللي قبل الدايره، تمام؟ طيب نيجي ماشيين نخش بقى الجنب ده، هلاقي ان انا قاطع في العصب ده، يعني انا العصب الراس ده مسكته كده ورحت قطعته نصين. احنا قلنا ما دام الرسمه بتاعتي او الخط القطع بتاعي موازي للعصب ما بهشرش حاجه في العصب، تمام. طيب نخش على اللي بعده. هنلاقي ان احنا دخلنا على الجزء ده قطعنا الاسطوانه نصين، يعني المره دي رحت مسكت كده، انا هنا فين؟ انا هنا في الاليفيشن، يعني هنا كده، وخط القطع في مستوى الاليفيشن، ما هو ده الاليفيشن، تمام. يعني انا باصص كده للاليفيشن وخط القطع اهو المفروض يبقى ايه في مستوى الاليفيشن، فاكن قطعت عملت كده، فاكن برضو السايد فيو هيظهر لي بنفس الشكل ده، تمام. فهبدا ارسم حدود الاسطوانه الداخليه وابدا ايه اهشرها بالشكل ده. في اي حاجه تاني؟ ما فيش اي حاجه تاني. يبقى كده السايد فيو والسيكشن سايد فيو خلص وسيكشن اليفيشن خلص. هتلاقي ان الموضوع سهل خالص. طب تعالى ندخل على البلان. بالنسبه للبلان بس عاوزين نوضح الدنيا. بالنسبه للبلان تعالى كده نرسم مربع بحيث ان هو اللي هيبقى موجود في البلان. انا باخد اكبر خط وهنا كده باخد الطول بتاعه ده، الطول اللي انا هرسم فيه من هنا، فهيكون حاجه عامله بالطريقه دي كده، تمام. ده خطوط كده مبدئيه للسكشن اللي هو مش موجود، فانا ببدا ارسم خطوط رئيسيه خارجيه عشان ابدا اعرف ان انا هرسم جواها ومش هطلع براها، تمام. طيب في الاليفيشن اول حاجه هنا كده مبدئيا هي الحيطه اللي قدامي دي اللي هي دي كده، لما انا ببص لها من فوق، لما انا ابص من هنا كده فوق هشوف ايه؟ هشوف خط كده واخد من الاول للاخر، في هنا اسطوانه، ابدا ارسم اشوف السنتر بتاعها هنا كده انزله، السنتر بتاعها هنا كده انزله، وهنا السنتر بتاع الدايره دي انزله هنا، والسنتر بتاع ده انزله في النص هنا، تمام. ارسم هنا داش لاين داش لاين داش لاين داش لاين داش لاين داش لاين، تمام. ده بالنسبه للحيطه اللي قدام. طيب تعالى نرسم الجزء اللي في الاخر ده. الجزء اللي في الاخر ده عباره عن اسطوانه، تمام، عباره عن اسطوانه، هي المفروض اسطوانه من فوق كبيره شويه، يعني هي حاجه عامله زي ايه، يعني هي اسطوانه كده كبيره من فوق نازل من تحت، ممكن نحاول نرسمها 3D كده، دي اسطوانه، تمام. بعد ما نزلت كده لتحت شويه واحد دخلت لجوه ونزل منها حرف التاني كده، وبعد كده
حاجه عامله زي كده يعني، بالتقريب يعني حاجه عامله زي كده تمام، طبعا مفرغه من الوسط تمام. طيب الاسطوانه دي لما هاجي ارسمها هنا المفروض انا باصص من فوق، فالمفروض هتترسم هتظهر دايره، فهتظهر الشكل الخارجي ليها اللي من بره هنا تمام، هظهر الشكل اللي من بره اللي هو القطر بتاع القطر بتاعه 40 فاي، فابدا ارسمها. دي اخر حد عندي، فالمفروض تظهر هنا كده، وانا عندي سنتر لاين، فالمفروض ده اشوف ادخل جوه هنا 20 سم وابدا ارسم الدايره بتاعتي، يعني الرسمه هتبقى كده. المفروض لما هنزل تحتيها فهلاقي ان في خط سوليد المفروض يبقى تحتيها، بس انا من فوق مش شايفه، اللي هو القطر بتاعه 30 سم، فهيبقى خط داش، فهيبقى خط داش تمام. بعد كده التوب نفسه بقى اللي موجود ده هيظهر خط سوليد عادي بالطريقه دي تمام. طيب احنا دلوقتي خلاص عرفنا الحدود بتاعتنا، مش محتاجين كل ده. هي ده الحيطه اللي كانت عندي، وهو ده الاسطوانه اللي كانت عندي اللي احنا قلناها في الاول. طب عاوز اوصل الاسطوانه بالحيطه اعمل ايه؟ قال لي اول حاجه نشوف العصب الرأس اللي بشكل ده هيظهر ازاي. العصب ده السكنس بتاعه 6 سم، ابدا ارسم 3 يمين السنتر و3 شمال السنتر، ادي ده العصب الرأسي. طيب العصب الافقي واخد، ما دام ظاهر هنا كده، خلي بالك دي دايره، ما دام ظاهر فيها العصب الافقي لغايه السنتر معناها ان العصب ماسك من اول السنتر كده وطالع، يعني ماسك من اول اخر اخر نقطه في، يعني لو انا عندي دايره كده هو ماسك من اول هنا ومن اول هنا وبدا يكبر ويكبر تمام. فانا عندي هو ماسك من اول هنا وماسك من اول هنا وبدا يزيد معايا لغايه ما يوصل لغايه النقطه دي كده والنقطه دي كده، فيبدا يوصل لهنا كده ويوصل لهنا كده. طبعا يعني مش لازم يبقى هنا بالظبط عشان انا بقول لك ده سكتش تمام، وهيبقى يكون هو ده العصب الافقي بتاعي تمام. مفيش اي حاجه تاني باقيه في الرسمه كده، الرسمه بتاعتنا اللي تبان صعبه تترسم في بالظبط، في يعني السكتش بتاعها ممكن يكون خد ربع ساعه، فانت بالمسطره وبالادوات بالدايمنشن بالكلام ده ممكن الرسمه دي كلها ما تاخدش معاك على بعض، يعني معاك وقت غير ساعه الا ربع ساعه بكتير تمام. يا رب الناس تبقى فهمت الموضوع ده. ان شاء الله مطلوب ان اللوحه دي تترسم 3 مساقط بتوعها.